اليوم حتكلم معاكم عن موضوع كتير مهم وهو موضوع التشنجات وكيفية وضع المصاب بوضعية الانتظار بعد الانتهاء من هاي التشنجات. في البداية منحب ان نستوضح معلومة كتير مهمة، انه في فرق بين الصرع وبين التشنج. التشنج هي عبارة عن نوبة تحدث للشخص اثناءها مجموعة من التشنجات والاهتزازات اللا ارادية، بينما الصرع هو مرض يحدث للمصابين به مجموعة من هذه التشنجات. المرض ممكن يتعالج عن طريق الأدوية، بينما التشنجات إلها إسعافاتها الأولية الخاصة فيها. إيش هي أعراض النوبات الصرع؟ نوبات الصرع أو التشنجات هذه اللي ممكن تحصل للشخص ممكن تبدأ بالشخص هذا يفقد الوعي، يسقط على الأرض ويقوم بعمل اهتزازات لا إرادية. بعد ذلك ترتخي العضلات عند هذا المصاب ويستعيد وعيه. بعد استعادة هذا الشخص لوعيه بالعادة يكون تعبان، بيكون مرهق ويرغب بالنوم وبينام بعدها لمدة ساعات وراء بعض. بالنسبة لإسعاف الشخص اللي بيتعرض للتشنجات، هو بيمشي على مرحلتين. المرحلة الأولى هي أثناء نوبة التشنج نفسها، وفي إسعافات أخرى منقدمها للمصاب بعد ما يخلص من نوبة التشنج تبعته. بالنسبة للإسعاف أثناء نوبة التشنج، دائما نأكد أنه أنت ما تقيد حركة المصاب ولا تحاول تشله، لأنه هذا ممكن يؤدي لكسور مختلفة بجسمه. ايضا من الهام جدا انه انت تبعد كل الاثاث، تبعد كل الاشياء اللي ممكن تؤدي لأذية هذا الشخص من حوله، وتسمح له بمسافة آمنة عشان هو يقدر يتحرك فيها. شيء برضو الناس كتير ممكن تعمله وتكون غلطانة فيه، هو انها تفتح فم المصاب او تضع شيء بفمه، وهذا ممكن يؤدي لمضاعفات شديدة، ومن ضمنها ممكن يؤدي لكسر بالفك السفلي، وممكن يبتلعها هذا الشخص ويختنق فيها بعد ما تنتهي التشنجات عنده. بالنسبة لبعد انتهاء التشنجات، نبدأ دائما بأننا نفحص مجرى التنفس ونتأكد أن الشخص هذا عنده نبض ويستطيع التنفس. إذا ما كان عنده نبض، نبدأ مباشرة بعمل إنعاش القلب الرئوي. ونذكر هنا أنه كتير هام أنه أنت تكون مدرب على تقديم الإنعاش القلب الرئوي عشان تقدر تقدمه بدون خوف وبدون أي تردد. بالنسبة لإذا كان الشخص هذا لا كان عنده النفس وكان عنده نبض وبيقدر يتنفس كويس، بنحطه بوضعية تسمى بوضعية الانتظار. تطبيق وضعية الانتظار نعمل التالي: أولا اليد القريبة منك تبعدها عنك، اليد البعيدة حطها تحت خده القريب منك، تقوم بثني القدم البعيدة عنك ومن خصره بتحركه ناحيتك، بتشده ناحيتك. تأكد دائما انك تفتح مجرى التنفس عن طريق انك ترجع الراس لورا. هاي الوضعية هي وضعية الأمان، ممكن ينتظر فيها الشخص هذا، لكن لازم تبقى دائما بجانبه إلى حد وصول الإسعاف. من الهام برضو أنك أنت تقوم بتبليغ الإسعاف وتودي المصاب هذا للمستشفى إذا كانت هاي أول مرة بتصير له التشنجات هاي، أو إذا كان تعرض لأي خبطات أو أي ضربات على رأسه. وهيك بنكون أخذنا لمحة سريعة عن تقديم الإسعافات الأولية لشخص تعرض للتشنجات وكيف نحطه بوضعية الانتظار.